بعد الاختراق اللي حصل لتطبيق شيرت، يا ترى ايه افضل البدائل اللي ممكن تكون بتقدم نفس المميزات اللي ممكن نستخدمها ولو بشكل مؤقت لحين ما يتم حل مشكلة شيرت ونرجع نحمله ونستخدمه عادي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأخبار عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وتمام. تطبيق شيرت من أشهر التطبيقات المستخدمة في نقل الملفات، ويمكن هو من التطبيقات الأساسية اللي بنضيفها على أي موبايل أندرويد. يعني أي حد أول ما بيشتري موبايل أندرويد بعد ما بيتأكد إنه عمل حساب على المتجر بيحمل تطبيق شيرت على طول. لكن بعد المشكلة اللي حصلت في التطبيق ده، وبعد إذنك الله يكرمك، يعني لو لسه التطبيق عندك وانت بتتفرج على الفيديو ده تشيله فورا، لأن التطبيق بعد آخر تحديث وصل له وحصل له مشكلة وبقى سهل الاختراق بشكل كبير جدا. واحنا كنا اتكلمنا عن المشكلة دي بالكامل وعن سببها وإيه اللي حصل وليه وكل الكلام ده في فيديو هنزل لك اقتراحه فوق هنا وهنسيبه تحت في الديسكريبشن بوكس. لكن نقدر نقول ببساطة وباختصار، بقى عرضة للاختراق وبقى عازم صحابه اللي يعرفهم واللي ما يعرفهمش انهم يخترقوا الجهاز ويقعدوا عندك وياخدوا كل الصلاحيات اللي اصلا شيرت واخدها من البداية. ومطور التطبيق عايمين في مية البطيخ، مش مركزين مع اي حد ولا مركزين مع الموضوع ولا قالوا ان احنا هنحل المشكلة ولا اي حاجة خالص. فبالتالي احنا عايزين بقى نتخطى الموضوع ده ونركز في ازاي تقدر تحل المشكلة دي عندك انت على موبايلك. وعندك طريقين، اول طريق انك تمسح تطبيق شيرت، ثاني طريق انك تحمل نسخة قديمة ما يكونش فيها التحديث اللي خلى فيه مشكلة في الجهة الامنية او الناحية الامنية. بس الطريقين دول عشان تقدر تفرق ما بينهم هتفضل تضرب اكماس في اسداس ومش عارف هتحمل انهي نسخة وهتجيبها منين وتتأكد منها ازاي وكل الكلام ده. فخلينا النهاردة بقى نتكلم في افضل 3 تطبيقات بديلة لشيرت تقدر تستخدمهم في نقل اي ملفات او اي بيانات لاي جهاز تاني، وكمان هيكون فيهم فيتشرات او اضافات زيادة احلى. اول تطبيق معانا هو تطبيق ايردرويد. تطبيق ايردرويد هو فيه نفس الاساسيات انك تقدر تنقل لاي كمبيوتر او لاي موبايل بانك بتحمل نسخة من التطبيق للموبايل التاني او للكمبيوتر بدون اي مشكلة. طبعا هو بياخد منك صلاحية الموقع والدبليو لان والواي فاي وهكذا علشان يبعت، لكنه على الاقل امن عن الشيرت دلوقتي. لكن اهم حاجة بتميزه انه فيه اوبشن كده اسمه تولز، بتدوس عليه بتلاقي جواه شوية حاجات عنب بصراحة. يعني مثلا بتلاقي فيه الفايلز، ودي تقدر جواها انك تمسح اي تطبيق عايز تمسحه بضغطة واحدة، تقدر تنقل اي ملفات من اي فولدر لاي فولدر تاني بدون اي مشكلة. في حاجة تانية وهو الريكورد سكرين، ان هو تقدر تستخدم المسجل الشاشة او المسجل فيديو الشاشة الخاص بيه. لو الموبايل عندك مثلا ما فيهوش الخاصية دي، او هتحتاج انك تحمل تطبيق يعمل حاجة وتطبيق يعمل حاجة تانية، او تكون الخاصية دي موجودة عندك لكنها مش بجودة كويسة، فهي هنا موجودة بجودة عالية جدا. في حاجة تانية وهي الباك اب، حاجة كمان عظيمة جدا موجودة فيه وهي الريموت كنترولر، وده تقدر من خلاله انك تتحكم في الموبايل من خلال الكمبيوتر. يعني مجرد ما بتعمل اتصال ما بين الاثنين تقدر من خلال الكمبيوتر وانت قاعد على الكمبيوتر نفسه انك تتحكم في الموبايل وبعيد عنك. وكمان انت لو ضغطت عليها ودخلت جوه بتلاقي حاطط لك كده ارتكل او مقال صغير بالصور بيوضح لك ازاي تعملها، والعكس بتاعها على طول وراها. يعني ما شاء الله في عندك الاير درويد كاست، ودي بتقدر من خلالها انك تعمل العكس، انك تقدر تخلي الاثنين متصلين ببعض بس تتحكم في اللي بيظهر على شاشه الكمبيوتر من خلال الموبايل، بحيث لو انت مثلا بتقدم برزنتيشن او في حاجه مثلا عايز تستخدمها في الموبايل وعايز تعرضها على شاشه كبيره، او لو في مثلا فيلم او مسلسل وعايز تعرضه على شاشه اكبر عشان تتفرج بشكل اوضح. واخر حاجه عظمه في اوبشن التولز ده وهو الريموت كاميرا، وده تقدر من خلاله انك بعد ما بتعمل اتصال ما بين الاثنين يعني انك تقدر تستخدم كاميرا الموبايل سواء الاماميه او الخلفيه كويب كام ليك. لو انت مثلا هتعمل ميتنج على زوم او ميتنج اونلاين باي شكل من الاشكال، تقدر تستخدم الكاميرا بتاعه الموبايل ككاميرا ليك انت، يعني بعيد عن الكمبيوتر خالص، بعيد عن الدقه بتاعه كاميرا الكمبيوتر اللي مهما كانت عمرها ما هتيجي يعني ربع كاميرا الموبايل. بس الحلو ما يكملش، لان التطبيق ده رغم ان هو مجاني الا انه بيكون عندك كوتا كده او باقه كده فيه 200 ميجا، يعني ما تقدرش تبعت لبعد 200 ميجا. فبالتالي هو تقدر تستخدمه في الاوبشنز دي ولو هتبعت حاجات صغيره. لو عايز بقى تبعت ملفات كبيره او تستخدم التطبيق وانت مش حاسس بفرق بينه وبين الشيرت، هنخش على التطبيق اللي بعده. تاني تطبيق معانا هو تطبيق زندر. تطبيق زندر ده يعني هو وشيرت فوله وانقسمت نصين، مش هتحس باي فرق خالص وانت فاتحه، كانك فاتح صفحه الشيرت بالظبط. يعني لما بتفتحه بيكون عندك سهمين كده عكس بعض اللي هم بتدوس عليهم علشان تختار انت عايز تستقبل ولا عايز ترسل. طبعا هو موجود عندي بالانجليزي لكن اكيد طبعا في اللغه العربيه. بيكون عندك طبعا التصنيفات فوق، يعني عايز تبعت تطبيقات، تبعت ملفات انت محملها على طول موجوده في الداونلودز، تقدر تبعت صور او فيديو او موسيقى وهكذا. وبيكون عندك على اليمين فوق كده 3 شرط تقدر تدوس عليهم علشان تبعت لاي كمبيوتر او لاي اي او اس، او تعمل سكان كيو ار كود علشان تبعت على طول. يعني ما فيهوش اي فرق بينه وبين الشيرت خالص، يعني انت لما تمسح الشيرت ان شاء الله ويريت تكون مسحته يعني وتحمل التطبيق ده مش هتحس باي فرق خالص، كانك فاتح شيرت نفسه. وطبعا بوشكاش محفوظ بيضحي، والتطبيق فيه شويه حاجات لذيذه برضو زي انك تقدر تحول اي فيديو عندك لام بي 3. هو عامل كده اوبشن مخصوص كده اسمه 2 ام بي 3،
بحيث انك بتختار فيديو معين وتحوله لام بي 3 بدلتا واحده. طبعا زي ما قلنا هو في الاعدادات في اللغه تقدر تختار اللغه العربيه، وكمان تقدر تختار النايت مود بحيث ان التطبيق بيدعم النايت مود نفسه. يعني نقدر نقول انك لو حملت تطبيق زندر فانت ممكن بعد ما تستخدمه بشويه ما تبقاش عايز تطبيق شرق اصلا، اللي هو تقول يعني الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح بره عن شرق خالص، وهتستخدم التطبيق ده خصوصا. وزي ما قلنا وزي ما هو واضح على الشاشه اللي هتظهر لك هنا المفروض ان التطبيق تيبيكال صوره طبق الاصل من تطبيق شرق في كل حاجه، فبالتالي مش هيكون عندك اي مشكله خالص لو انت متعود على واجهه شرق. ورغم ان التطبيق ده فيه مميزات كتير وزي ما قلنا هو يعتبر نسخه من شرقت، لكن ممكن تكون انت من الناس اللي متعوده جدا على شرقت ومتعوده على استخدامه لدرجه انها يعني مش بسهوله انها ممكن تغير منه، ولو هتغير محتاجه تطبيق يكون بنفس القوه او بنفس الاسم بحيث يعني اسم قدام اسم حاجه كده تطمنك انك تستخدمها، فانت كده محتاج التطبيق التالت. تالت تطبيق معانا هو تطبيق جوجل فايلز من جوجل نفسها، يعني مفيش حاجه تقدر تطمن لها اكتر من كده. التطبيق ده نقدر نقول ان هو بيعمل اساسيات النقل بدون اي مشكله، يعني انت بتقدر تدخل عليه وبعدين بتختار شير، فبيقولك انت عايز تبقى المستقبل ولا المرسل، والشخص اللي الناحيه الثانيه برضو يكون محمل التطبيق وبيدخل يختار العكس وتقدر تبعت له. وطبعا مش عارف ازاي بس هو بيبعت بصوره اسرع بكتير جدا، يمكن علشان جوجل بقى يعني محدش يقدر يتكلم. الا ان المميزات التانية اللي موجوده فيه هو طبعا في تصفح الملفات او متصفح الملفات او البراوزر تقدر تدخل منه علشان تدخل على اي مثلا داونلودز، على الصور، على الفيديو، على اي حاجه. زي كل التطبيقات اللي بتكون يعني لها علاقه بالموضوع ده بيكون في مكان كده علشان تتصفح الملفات. لكن اهم ميزه في التطبيق ده هي ميزه او وظيفه الكلين، ان هو بيعمل اسكان او فحص كده للاستوديو بتاعك او الجاليري او المعرض علشان يحدد الحاجات اللي المفروض تمسحها او اللي ممكن تمسحها علشان تفضي مساحه، بحيث لو انت عندك 20 ولا 30 ولا 50 الف صوره ومكسل تمسح، صعبان عليك شويه صور مثلا او مش عارف ايه اللي تمسحه بالظبط، ده غير بقى شويه ملفات كده بتكون موجوده على الموبايل وانت مش عارف هي موجوده فين، لكن ملفات ملهاش لازمه ومحتاج تمسحها، فانت تقدر تدخل على كلين هنا فهو بيعمل سكان وبيقول لك ايه الحاجات اللي ممكن تمسحها. يعني انا مثلا اول ما دخلت عليها بيقول لي عندك جانك فايلز او ملفات مؤقته كده، يعني ملفات ملهاش لازمه ممكن تمسحها، مساحتها 443 ميجا يعني تقريبا نص جيجا. ده غير طبعا بقى ايه، بيقول لي السكرين شوتس وبيقول لي في حاجات قديمه موجوده عندك، في حاجات مش بتفتحها بقالك فتره، فلو في حاجه منهم انت ناسيها او بطلت تتفرج عليها او بطلت تتابعها او ملهاش لازمه دلوقتي او نقلتها من على الموبايل تقدر ببساطه انك تمسحها. فهو نقدر نقول ان هو بيعمل لك كده شغل محاسب، بيجرد لك الجاليري عندك فيه ايه ويقول لك ايه اللي ممكن تمسحه، وانت ليك الحريه عايز تمسحه وتفضي مساحه ولا لا. ودول كانوا افضل ثلاث تطبيقات بديله لتطبيق شرقت، واللي فيهم تقريبا مميزات مش موجوده في شرقت ذات نفسه، تقدر على الاقل انك تستخدمهم بشكل مؤقت لحين ما يتم حل مشكله تطبيق شرقت وترجع تستخدمه مره ثانيه بالسلامه. فلو التطبيق لسه عندك الله يكرمك يا عمنا، بعد اذنك امسحه واستخدم الثلاث تطبيقات دول وجربهم، بحيث لو اشتغلوا معاك كويس كان بها على الاقل زي ما قلنا بشكل مؤقت. ولو واجهك اي مشكله فيهم قول لي في التعليقات بحيث ندور على تطبيق يكون اسهل في الاستخدام شويه. وزي ما قلنا الثلاث تطبيقات دول كل واحد فيهم في شويه اوبشنز كده مش موجوده في التاني ولا موجوده في شرقه نفسه. ودي كانت نهايه الحلقه، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه لو ما كنتش عملت من الاول. ولو عندك اي فكره او اي موضوع عايز تعرف تعمل عنه اي تطبيق او اي موقع او اي حد جاب سيرته على الانترنت ولا تقدر تسيبهم لي في التعليقات ومش هتاخر عليك. نلقاكم على خير.